بعد التدريبات المشتركة التي حملت عنوان الرد الحازم وشحنة الأسلحة النوعية التي تسلمها الجيش، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل مقر قيادة الجيش في اليرزي، حيث التقى قائد الجيش العماد جون قهوجي وتناول البحث برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للوحدات الخاصة في الجيش اللبناني. قهوجي أشار إلى أن المساعدات الأمريكية ساهمت بقوة في تعزيز قدراته القتالية وجهوده المستمرة في مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان من أي اعتداء، فيما أكد الجنرال فوتل أن الشراكة الأمنية بين الجيشين الصديقين قوية ومهمة جدا، معبرا عن ثقة بلاده بكفاءة الجيش اللبناني وشجاعة رجاله. As I've heard repeatedly from American military trainers here, the Lebanese armed forces are second to none. Their skills, their professionalism, their dedication to duty, and their commitment to defend their country is unsurpassed. Lebanese armed forces continue to do an extraordinary job in confronting extremist threats arising from across the Syrian border. The forces demonstrated to enemies and friends alike that they are strong, fully capable of defending Lebanon's borders, and have the support of the Lebanese people. The will and commitment of the Lebanese armed forces to protecting Lebanon only strengthens America's resolve to stand shoulder to shoulder with our Lebanese partners as we confront these threats together. The Lebanese Armed Forces is a strong institution, and America has been and will continue to be the Army's steadfast and foremost security partner. وفي خلال هذه الزيارة التي تشمل عددا من دول المنطقة، اطلع فوتل والقادة العسكريون الكبار بحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد على جاهزية فوج مغاوير البحر ونشاطاته التدريبية ومساهمات فريق التدريب الأمريكي المختص بهذا الشأن، وحضروا أيضا مناورة عسكرية للفوج تخللتها عروض بحرية وبرية أظهرت قدراته القتالية العالية.